السلام عليكم. أي لعنة تلك التي حلت بقطبي الكرة السوسية نادي حسنية قدير وجاره نادي أولمبيك الجيرة؟ ما الذي بين السوسة وبين القرارات التحكيمية التي خلفت جدلا واسعا لدى الرأي العام السوسي، إذ وصفها عشاق الفريقين بأنها ظالمة ومجحفة في حق أنديتهم؟ والطامة الكبرى أن كل ذلك حدث ولا زال يحدث في حضرة تقنية الفار التي تحولت من نعمة إلى نقمة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكاع الجماهير ديال الحسنية والجماهير ديال أولمبيك تشيرا. فمقابلة الأخيرة ديال أولمبيك تشيرا ديال الاتحاد التوركا شفنا واحد اعتداء تحكيمي اللي ما تيشرفش الكرة المغربية والمنتوج ديالها، لأن ملي تنشوفوا حكم كلاسي 3 شهور و 4 شهور ولا 4 شهور وجايبينو حاطينو في الفار هو والخريبكا، وخريبكا كتنافس مع التشيرا القسم الوطني الأول على بطاقة الصعود، فهذا إن دل على شيء، إنما إن دل على أن هناك أيادي خافية ما بغاتش أولمبيك تشيرا تطلع، بغاو يديروا لها كما داروا الاتحاد أي 8 سنة 2011 في ماتش الأخر لما كونترات الخميسات في 18 نوفمبر الكارديان دار الخميسات دخل في الديفونس ديال الخميسات وشريف ضربها في الراس كشمسي فلان لحكامة إنها كفرة للكارديان. غير انا شتتنا 8 مليون انا شتتنا حتى التشيره كليسا شتت الحسنيه وكلاو تي فلاص نربي نوكل فلاص نربي واش سحماني ماني سند حنا نغويت السوساد الى ناس درت تقحينا في الخريطه دعيناكم الله. السلام عليكم ورحمه الله. بخصوص التحكيم في البطوله الوطنيه لاعب وعر ولينا كنشوف واحد التحكيم رادي تلفان كاع، يعني دي زاربيتر اللي هما دو المستوى، وهذا الشيء بحضور الفار. قبل كانت الجامعة الوطنية كتغطي بأنه الحكم بشر وكيغلط، وأي واحد كيغلط، حنا عارفين هذا الشيء، أي واحد يقدر يغلط، ولكن تغلط في حضور الفار مهزلة كروية كل ما قيس، الأربيتر كيرجع للحالة التحكيمية كيرجع يشوفها مرة جوج ثلاثة أربعة، وكيسيف لي على الخطأ نفسه، هذا الشيء عيب وعار. الحسنية مؤخرا ولينا كنشوفوها كتعاني مرارا وتكرارا كتعاني كل عام هذا الشيء، ولينا نشوفوا حالات تحكيميه اللي هي هزيله اللفان كاع، تحشم كاع تفرج باقي في الميشان. هذا الشيء حشومه، حيت تجي انت واحد اللاعب كيدير الفور ديالو كيحط العرك تاعو في التيران وتجي انت تخسروا ليه بسبب السيفلاج، لا حشومه. يعني بينا واحد التحكيم اللي يكون منصف في البطوله الوطنيه باش نشاهدوا واحد الطبق اللي هو كروي وجميل. اما بخصوص القضيه اللي قال رئيس الجامعه الوطنيه بانه المنتخب الوطني في كأس العالم اللي فات في روسيا انه تظلم، اي هذا الشيء اي واحد سولتي عليه غيكون متفق معاه، تظلم بكل مقاييس، تظلم في كأس العالم ديال روسيا، الفار ما نصفوش، ولكن هذا الشيء ما يمكنناش نظلموا فيه في الفيفا، حتى حنا ولينا كنشوفوا هذا الشيء في البطوله الوطنيه، ولينا كنشوفوا انه الفار يخدم مصالح الفرق الكبيره اللي حنا فعلينا كتبقى صغيره وما عمرها تكبر على فرق اللي هي صغيره وكتقدم واحد الطبق كروي اللي جميل وكبير اللي ما يقدوش دوك الفرق انه يقدموه. واش يقدموا داك الطبق الكروي ضروري من المساعده ديال الفار والله يلاه ربي تراجع. السلام عليكم. كلي تسنم فريق اولمبيك تشيرا يتعرض ديال مجزره تحكيميه اللي تسكر الضغط في اللعابه، ولكن كوني غايد وريحي يما نكوني يما يا الصعود نرد ناوي الصعود ان شاء الله بحول الله. دار نتمنى حماس كاينتنا المكتب المسير لاولمبيك تشيرا، دابا مسكيت المجلس البلدي رمضان بو 10 يمد اليد العون للفرقه، دانتيني اللعابه غادي نحت تقاتل غادي نحاتوري غا ما والو، خمسه د الميتشان ان شاء الله راه نغلي احتينا ربي ديما تشير. السلام عليكم ورحمه الله. حنا كمحبين ديال اولمبيك تشير وغيورين على الفرقه وبغينا نطلع الصراحه، بغينا نطلع بروميان ديفيزيون حيت ثلاث سنين دابا ثلاث سنين الاخرى كامله كان، ولكن هذا العام هذا كاينين امكانيات كثيره باش تطلع الفرقه، ولكن الظلم التحكيمي هذا اللي كنواجهوه في الاونه الاخيره راه ما عرفناه، واش مقصودين حنا ومقصود الفرقه بالضبط باش ما طلعش بروميان ديفيزيون، السبب علاش الله اعلم، ولكن المبتغى ديالنا والمبتغى ديال كاع ولاد تشيرا هو طلع اولمبيك تشيرا في بروميان ديفيزيون، اللعابه وكل شيء موفر لينا غير لا ما بغاوش، الا ما بغاوش هاد الناس هادو. والسلام عليكم ورحمه الله وديما اودي. السلام عليكم. المهم بصفتي نو كمحبه لفريق الحسنيه، يعني الاخطاء التحكيميه اللي نزرها مؤخرا الفريق ناضي تظلم بزاف، يعني كله غالي بنو المدرب ديال اللعابه ديال التشكيل الحكم يوداتنا كلشي غاين ا زيرو، نزرى سي الميتشانايات كونتر محمديه بيلانتي واضحه، كونتر اسفي بيلانتي واضحه، نفس اللعاب نفس الدقائق الاخيره تقريبا الفحلي دا، يعني دوري كان حال والو، نزر اولمبيك تشيرا تنتات البيت صحيح 100%،
يعني ما كان مشكل حكم الفار ما تيقاني قايوس نخري بقى انت مي العصبه نخري بقى. المنافس المباشر اولمبيك تشير على حساب الصعود ان شاء الله البرومينسيرا، نتمنى التوفيق من هذا المنبر اولمبيك تشير تقول ان شاء الله العام يديوش كان ولا العام هذا اللي مالا ان شاء الله. دا رساله يا سي رضا حكم اللي تشارك اللعبه تروى للمدرسه تروى الفريق ديالك غادي يصفرح بزاف قدود الحسنيه. نتمنى ان شاء الله غلمي تشانا ديوش كان في الفرصه يقاموا ورنا راه يتوضع الكارديان، انا كلي نضيع غير المجهد اتي كا الكارديان فولكين غير لاني تخطنجا. انا نتمنى في الفرصه يقاموا ما كيصور نضيع داك اللي في الفرصه الدراري تكون شي تبارك الله زمنه والدراري نزرا زون الشماغ زون منه والدراري تبارك الله. المهم نتمنى التوفيق للحسنيه، نتمنى التوفيق اولمبيك تشارك وديما حسنيه. اختلفت الوانهم وتوحدت معاناتهم الحائل معاناة الحسنية والأولمبيك من القرارات التحكيمية معضلة ليست وليدة اليوم بل تعود لسنوات. صحيح الحكم بشر وبإمكانه أن يخطئ، لكن عندما يكون ذاك الخطأ بحجم فضيحة وفي حضور الفار فالأمر أنذاك لا يطاق. ميكروفون خالد بادو، كاميرا طه الدموش، أخبار الفجر المغربية، أتشيرة.